السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. واحدة يا شيخ أدت العمرة ورجعت بلدها. أيوة. وبعدين اكتشفت إن توافقها كان غير صحيح. وهي مش هتعرف ترجع تاني. كيف؟ لماذا غير صحيح؟ هي كانت اشترطت قبل العمرة. ماذا اشترطت؟ إن هي إن حبسها حابس يعني فمحلها حيث حبستها. طب ويعني ما تشترط؟ هل الاشتراط يعني ان الطواف غير صحيح؟ لا هي يعني دلوقتي هي بعد ما رجعت بلدها اكتشفت ان طوافها غير صحيح. غير صحيح؟ لماذا غير صحيح؟ افهم يعني لماذا قالت طوافي غير صحيح؟ انتقد الوضوء بتاعها وما توضتش تاني. خلاص هناخد لها برأي ابن تيمية في هذه المسألة، لأن حديث الطواف ببيت صلاة ضعيف، وناخد لها برأي ابن تيمية وأن العمرة تصح.